السلام عليكم. ما تزال كارثة الألغام تخلف ضحايا في تعز، ولا يكاد يمر أسبوع دون حدوث كارثة جديدة. في زيارة واحدة إلى أحد المستشفيات في المدينة، وجد فريقنا شابة وابنة عمها وقد فقدت كل واحدة منهما إحدى قدميها بانفجار لغمين وضعتهما ميليشيا الحوثي والمخلوع في طريق جلب الماء. وإلى جوارهما شابة فقدت إحدى قدميها أيضا وهي ترعى أغنام أسرتها، وفي الغرفة المجاورة طفلة فقدت كلتا يديها، وغير بعيد منهما طفل فقد كلتا قدميه. يا لها من كارثة تعانيها هذه المدينة. دعونا نشاهد هذا الفيلم الذي تتحدث فيه عفاف محمد أحمد مقبل ودليل عبد أحمد مقبل، وهما الشابتان اللتان أصيبتا بانفجار ألغام فردية مزروعة بين منزلهما وبين خزان المياه. نشاهد ثم نعود. يوم الجمعة خرجت الساعة 6 الصبح، خرجت لنا 3 أيام محارصين، خرجت شنديلي يوم الجمعة أنا. أي خرجت أنا وبنتي عمي، أجينا ننديل أنا ماء، طرح اللغم تحت تفجرته، أدعيت له تنقبني في فوق الخزن كان وأني تلقاه. استرعت وقنبق رحت وقنبني، خلص وعد صيح مني شنقبنا. نحن فوقنا الدباب الماء ندي لنا ما، خلنا 3 أيام محارصين من أما قدنا شنو لنا ندي ما، واللي نقزعنا والتشي فوق الحجار برق هذا قزعات عسى بين التراب وفقر به إن انقضي أجيت انقضت عستو قنبي خلاص فقر بني. ما بعد ثنتين صبنا دعينا للبنت الثانية بنتي عمنا، أجا اشتقتنا نبصر الألغام، قال مش أقدرش نقضكين الألغام قدركين مرة، كيف قلنا ليش عملينا؟ قال زحكين زحكنا دلا دلا منين ما فيش ألغام، هي بالزيت نكل الشايقبة وتدعى لدي أجابي ما فيش معانا فمن إحنا عاريات عندي لي كشيتة ولبنتي عمي المخطب سترنا. أح توقعني. فجاء واحدة تعمي جاها أنا سحبتو قافي الغام ثاني مزروع عاهل عال الغام كثير سحبتو، قلت له ما تجيش أنت تعوري نفسك جنبنا، زحكتو على ذي الرجل عاد حسي هلو كان أدحقي حقي فوق واحد عاد ما مرش تعور فخلو سحبتو كا أسحب لا منين ما فيش الغام هي سحبتني كولات أنا دعيت الأخي خجا ينقبني وهذا قال أبوي مريء خاين أقول لك وقا بي سترنا وندي الكنابل وزنا بالكنابل وزعنا كوا الوادي الطريق مع عبر بنش الطريق مع قرى إيش عبر الطريق من الرصص حقادك من حقادك مع قرى إيش نلوي إيه شي نزيد نعمل كارثة أزيد مني نحن قزعوا النكة والوادي لا نصفة القرية لمنين أهل في أمان وندل لنا سيارة لا إبرة منز إلى النزيف ندل لنا لا ندل لنا لا إبرة ملا شيخين يرجع لنا دموان ولا طارش طارش نزيف بنا لا لما وصلنا المستشفى هذه ندل لنا علاجات ندل لنا دم ما بعد ندل لنا من 10 قوارير الدم بثر الدم حقنا الذي سار أتعورتونا شظايات هنا والفد حق ده ما عاد هلوش حق ده الرجل الشولة ابتصقت وهذا هذه اللحمة ابتعدت اشتلت كامل يزرع هنا الحوثي يا أخي يزرعهم الحوثي طلع لا ستروا يزرعهم نحنا وصادقينا تحت تبع حقهم هذا الدرمزعل نلمسكنا المقاومة وهذا التبع حق الحوثي اللي مننا راكبة الصالحين سميع ما حدا نحن محارصين من أكل نحن محارصين من شرب نحن أصلا نحن تحت الحوثي ساكنين تبة الصالحين هذا من الحوثيين قدرنا وهذا كان المقاومة مع قدامنا تجي تخرج ما أنت داري من شقك ياك
لا قلت الشنزاح يا ابن عمي ما فيش معانا الذي سيره أين شو ستنزح الدنيا كلها قاهم متأجر من 25 من 30 من 40 إلى 120 ديلا منين لك داخل الآن ما فيش معانا ناس بالسعودية ولا ناس موظفين ولا معانا حد معانا ويلا جهالك كعدام بدو كانوا صار يطلب الله أنا توقف العمل كان قدرنا واقفين أنا تعبان أنا تعبان أنا حين نموت أني بين الحياة والموت لا أنا ضع عمل إجرمون إحنا يهود إحنا مسلمين إحنا أخوان نحن مسلمين ليش هكا يعملنا مو ذنبنا إحنا نحن نسوان نرحم الله نضارب على لقمة العيش ضارب على المنديل لنا نفق أنفسنا وزرعوا لنا الألغام بالطريق اللي من النقزاعي جنب البيوت مو في معانا حتى المال والله ما معانا حاجة منه معانا جيتش حتى ما قليل بيوتنا تدمرين القذيفة جاء أول فتح قاد اللي بيتهم هذي صاروا طير ببيت معانا بيتنا عيشة بقى أربعة نحن وعمامي أربعة نعيش بدر واحد در قديم أيضا أنا ما أبوش معانا نندي لنا لقمة العيش نجري له بسبب التهريب نجزع عليه الآن ممنوع علينا مثل السعودية القرية حقا اللي حلافا مننا ممنوع الماء ممنوع الغاز ممنوع التغذية ممنوع علينا يقولوا قلنا ما عندناش أين عشان نتقي؟ لمعانا حاب والله إن لك كده بمرهق أكنه مثل الشربة ولين لفلف لنا عرف عتروب من عتروب من دقوني بسلو أكن على شجار الله إنني نعمل لنا لقمة العيش بطمان تهريب تهريب المهم كله بالتهريب الشقوني الحوثيين والحوثيين مجرمين الله لا سترهم ولا سامحهم هم مليون محاصر أنصحهم لا يعملوا ذا الشيء هذا عمل إجرام عمل إجرام يكفي كفاية بنا يكفينا تعب مو ذنبنا مو بقريتنا نحن قرية فقيرة نرحم مساكين قنعنا يتم زاد يدمني زيادة على رجلي أدخلي مات عباق يوما من رمضان يوما عباق قتلنا بحبور هم مواطنة كيرحم الله مسكين عمي الثاني الصواب بتقول بيت صوابونا الفدع قمر يقتلوا الأبرياء ما يقتلوش اللي هم قاعدة قاتلنهم لقد قدقيت قاتلهم سهلا قلت أني ذاني أن كنتو أذاني قاكنت الزوج بالعدادة سمعت أجئت لذا الإصابة الآن الرجل مو عشر ضيلي أنا معوقة الآن اشتي عناية قلبت تقديك الآن اشتي عناية يا لادي شافونا خدم نفسي أندل لقفي الآن نشتي من الرعاية الطبية الذي ندلونا ذا السبب الدال الآن سهم ببنا بعلاقات من يشي خدمني لا بنتي لا بني لا زوجي ما حد يخدمني حتى الذي كان يشي أنا وعشي ظل أنا نحقره لم تصب الألغام جسديهما فقط ولكنها نسفت أحلامهما وكل أمل لديهما بمستقبل أفضل خلال أسبوع واحد أصيبت هي وابنة عمها وبترت قدم كل واحدة منهما وقتل خالها بطلق النار وأصيب عمها في الصدر أسرة واحدة في قرية نائية من محافظة تعز تتعرض لكل هذه الإصابات في أفرادها
وهي أسرة مدنيين لا علاقة لهم لا بالحرب ولا بالمقاومة. من لا يظهر أمام أعين القناصين تزرع له الميليشيا الألغام أمام منزله وفي طريقه وفي كل زاوية يترصده الموت. جريمة زراعة الألغام هي موضوع نقاشنا للأسبوع الثاني على التوالي، وسيكون معنا بعد الفاصل المحاميان ياسر المليكي وعمر الحميري، ابقوا معنا. آلاف من الألغام زرعتها ميليشيا الحوثي لتحصد أرواح اليمنيين، يزرعون الموت ويوزعون الخوف، وهناك من يسعى لنزع الموت وزراعة الحياة. مرحبا بكم مجددا مشاهدي الكرام، كما أرحب بضيفي من تعز، المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري والمحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي. وأبدأ بسؤال السيد عمر. سيد عمر، وقعت اليمن عام 1998 على اتفاقية أوتاوا، وهي تقدم تزمينا للتخلص من مخزون الألغام خلال 4 سنوات من ذلك التاريخ. هل تضع الاتفاقية أو أي من القوانين الدولية عقوبات على السلطات أو الأشخاص الذين عرقلوا أو يعرقلون تنفيذها، يعني وعدم التخلص من هذا المخزون المميت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة بلقيس على طرح هذه القضايا، قضايا الإنسان. وفي البداية نقول نعم، وقعت اليمن على اتفاقية أوتاوا، الاتفاقية التي تحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وأيضا تسعى إلى تدمير هذه الألغام بالاستناد للقانون الدولي الذي يهدف إلى تخفيف المعاناة الناتجة عن النزاعات المسلحة وحماية المدنيين في أوقات الحروب. نعم. هذه الاتفاقية التي وقعت عليها اليمن تشترط على اليمن مدة 4 سنوات لتدمير جميع المخزون الموجود لدى الجيش اليمني من هذه الألغام المضادة للأفراد، باعتبارها تحدث كوارث بالمدنيين فقط، يعني ولا تستطيع التمييز بين المدنيين والعسكريين. والتزمت اليمن بهذه الاتفاقية، وقدمت بالفعل في عام 2002 برقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة تفيد بأنها دمرت جميع المخزون لدى الجيش اليمني من هذه الألغام، وتم إيهام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تهتم بهذه الاتفاقية بأن الجيش اليمني لم يعد يمتلك هذه الألغام. ولكن في عام 2011 ظهر لدى المنظمات الدولية، منظمات Human Rights Watch واللجنة الدولية الصليب الأحمر التي تراقب هذه تنفيذ هذه الاتفاقية، ظهر أن هناك حوادث إصابة بألغام فردية من هذه الألغام التي وقعت اليمن أنها، والتي صادقت اليمن على الاتفاقية التي تحضرها، والتي أفادت بأنها لم تعد تمتلك أي قطعة منها. نعم. حيث تم رصد 14 حالة في منطقة بني قرموز محافظة صنعاء إبان ثورة 2011، حيث قامت ألوية في أحداث منطقة أرحب والحرس الجمهوري. نعم، في محيط محافظة صنعاء بشكل عام. نعم. عند اللواء 63 واللواء 81، وهي لأول مرة يتم زراعة الألغام في محافظة صنعاء التي كانت يعني بعيدة إلى حد ما عن أجواء الصراعات في المناطق الوسطى والمناطق الحدود الشطرية. نعم نعم، هذه الإحصائيات الجديدة التي ظهرت للمنظمات الدولية
تم النزول ميدانيا والتقرب بتفصيل الحقائق، وظهر انه فعلا تم زراعه الغام فرديه، وبالتالي تم التخاطب مع وزاره الدفاع التي كانت تتبع احد اذرع المخلوع علي عبد الله صالح وهو نعم. محمد علي ناصر، الذي سهل للحوثيين الحصول على اسلحه الجيش اليمني، ولكن تم تجاهل هذه الارساليات، وبالتالي اثبت النظام الذي يتحكم بالجيش اليمني وهو نظام علي عبد الله صالح، وبخاصة ألوية الحرس الجمهوري، أنها تمتلك مخزونا من هذه الألغام المحرمة دوليا، والتي يعاقب عليها القانون الدولي باعتبارها جريمة ضد القانون، وخاصة أن اليمن وقعت على حظر هذه الألغام وبالتالي استخدمتها لاحقا، وظهر خلال هذه الحرب أن هناك مخزون كبير من هذه الألغام وتم استخدامه في عديد من المحافظات التي تم اجتياحها من قبل الميليشيات التابعة للانقلابيين بشقيه الحوثيين وبما فيه الحرس الجمهوري التابع للمخلوع. نعم، دعني أنتقل بسؤال إلى السيد ياسر المليكي. نشاهد الآن مئات الحالات من الجرحى والشهداء من ضحايا الألغام الفردية تحديدا، وشاهدنا بعض الألغام بعد أن تمكنت فرق الهندسة العسكرية من تفكيكها بأعداد مهولة. برأيك لماذا لم تحتوي هذه الاتفاقية، اتفاقية أوتاوا، على عقوبات مباشرة على الجيوش والجماعات التي وقعت عليها ثم يعني لم تقم بالإيفاء بالتزامها؟ أهلا بك وبالسادة مشاهدي قناة بلقيس وبضيفك الكريم. بداية، حينما وقعت اليمن على اتفاقية أوتاوا ضمن 126 دولة موقعة على هذه الاتفاقية، كانت هذه الاتفاقية تقضي بعدم استخدام الألغام الفردية تحت أي ظرف وتحت أي طارئ وتحت أي سبب من الأسباب. جرمت هذه الاتفاقية استخدام هذه الألغام الفردية وزراعتها أثناء النزاعات المسلحة وغيرها. الاتفاقية بحد ذاتها اعتبرت هذه استخدام هذه الألغام جريمة، وبالتالي القانون الدولي هو منظومة متكاملة من الاتفاقيات والمبادئ والقوانين. القانون اتفاقية أوتاوا هي تعتبر اتفاقية إجرائية، أو بالمعنى الأصح كقانون الإجراءات الجزائية اليمني، يقابله أو يوازيه نظام روما الأساسي، وهو هنا يعتبر قانون العقوبات للأفراد والأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم، سواء أفراد أو دول أو جماعات. نعم. الجمهورية اليمنية باعتبارها مصادقة على هذه الاتفاقية، فإن أي شخص أو جماعة أو فرد ارتكب أو زرع مثل هذه الألغام يساء المسؤولية مباشرة عما ارتكبه. لكن ينقصنا هنا في الجمهورية اليمنية أن البرلمان اليمني لم يصادق على اتفاقية أو نظام روما المنشئ المحكمة الجنائية الدولية. هنا نحن أمام قصور تشريعي يمني، بالتالي كان في وهل هذا منفذ؟ هل هذا العذر أو هذا السبب؟ وبالمناسبة اليمن وقعت ثم سحبت توقيعها كما أتذكر، لكن هل عدم التوقيع على اتفاقية روما يعفي من المساءلة، يسمح بنفاذ من قام بهذه الجريمة باستيراد وتصنيع ملايين ربما الألغام الفردية ولا زال يستعملها ويوزعها في أنحاء الوطن؟ عدن فقط 150 ألف لغم، 16 ألف لغم تم تدميره مؤخرا في مأرب، أرقام مهولة. يعني نفذ الخبز ونفذ الدواء ولم تنفذ وسائل الموت. هل عدم التوقيع على هذه الاتفاقية يعفي هؤلاء المتسببين بشكل مباشر من المسؤولية؟ بالتأكيد لا يعفي أن اليمن غير مصادقة على نظام روما، أن الأشخاص أو الأفراد أو الجماعات بإمكانهم أن يتهربوا من الالتزام أو المحاسبة والمعاقبة من استخدامهم لهذه الألغام. نحن أمام اتفاقية أخرى اسمها اتفاقية عدم تقادم الجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، ما يعني أن كل شخص مسؤول مسؤولية مباشرة أمام القضاء الجنائي الدولي، سواء صادقت اليمن على نظام روما أو لم تصادق. نحن أمام إجراءات دولية جديدة
بالضبط. هي تهدف للتحايل على عدم تصديق الدول على هذه الاتفاقية، ومن هذه الوسائل يستطيع مجلس الأمن الدولي إحالة أي من الأشخاص إلى محكمة روما الأساسية، إلى محكمة روما، أو أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستطاعته التحقيق في أي جريمة وفي أي بلد رفعت إليه شكوى. نعم أستاذ عمر، خاصة أستاذ عمر وأن لدينا اعترافات مصورة وفي لحظة نشوة وفخر للمخلوع صالح الأقل، وهو يعترف بما لديه من مخزون كبير سواء من الصواريخ البالستية أو يعني شتى أنواع الأسلحة، كما يكرر وبالفم المليء وكأنه يعني في حالة اطمئنان تام للنجاة من الملاحقة. أعود إلى الأستاذ عمر، كناشط حقوقي هل لديكم إحصائية بضحايا الألغام في مدينة تعز على الأقل؟ وأيضا هل من إحصائية عن المخزون المتوفر من الألغام أو الأعداد المتوفرة من الألغام سواء المزروعة أو التي ما زالت لدى مخازن الميليشيا؟ نعم أخي الكريم، الإحصائيات المتعلقة بضحايا الألغام هناك عدد من الإحصائيات قدمتها العدد من المنظمات والمراكز المهتمة بحقوق الإنسان. نعم. فالمركز الإنساني للحقوق والتنمية رصد ضحايا عامين ما بين الفترة من مارس 2015 وحتى مارس 2017، ورصد وقوع ضحايا القتل 684 ضحية قتل أصيبوا بضحايا ألغام فردية، وأيضا 962 إصابة شخص أيضا بهذه الألغام. هذه الإحصائيات نقول أنها إحصائيات يعني مقاربة، تحاول أن تقارب الواقع ولكنها بعيدة عن الحالات التي يتم مشاهدتها في المشافي وفي المناطق التي تكون فيها الاشتعال الحروب مثل مدينة تعز وفي مناطق عدن أثناء الحرب. هناك أيضا إحصائية أخرى من التحالف اليمني الذي رصد انتهاكات الحقوق عدد من المنظمات اليمنية الحقوقية. هذا التقرير رفع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رصد الفترة ما بين يناير 2015 وحتى ديسمبر 2016 أن هناك 615 شخص قتل بالألغام الفردية. الآن نتكلم عن الألغام الفردية وإصابة 940 فرد، منهم 527 بإعاقة. محافظة بالتحديد فيها 157 قتيل بالألغام الفردية حسب هذا التقرير. وأيضا هناك تقارير أخرى، نحن نعول كثيرا على التقارير التي تقوم بالتوثيق وليس مجرد الرصد، نعول على التقارير التي ترفعها اللجنة التابعة للحكومة اليمنية، لجنة الرصد. اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان تقصد؟ اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. نعم. لفترة من 2011 وحتى هذه الحرب. هذه اللجنة تقوم بالرصد وأيضا التوثيق بتوثيق الشهادات وتوثيق الأدلة على هذه الانتهاكات. وهناك أيضا حرص من حيث نوعية الجرائم التي تقوم برصدها، وهي جرائم الألغام الفردية التي تتحدث عنها اتفاقية أوتاوا. نحن نعول كثيرا على هذه، على نتائج الرصد اللجنة الوطنية، ونطالبهم بالمزيد من التحديد من التركيز على هذه القضية بالتحديد، كونها قضية واضحة وكونها قضية لا تقبل اللبس. نعم. ولا حيث أن الجيش اليمني ويمكن الانطلاق منها لتحريك دعاوى دولية لو لم يعني يتم التركيز سوى على هذه الجريمة فقط لكفت لإدانة كل المتورطين والمتسببين فيها. هذه القضية أوضح القضايا وأكثرها نضجا وأكثرها نقاء، حيث أن الجيش اليمني التابع للشرعية لم يستخدم الألغام الفردية ولم يستخدم الألغام أيضا المضادة. لا يوجد لديه الجيش الوطني لديه يعني تسليحه معروف ومشهود أمام العالم في خلال هذه المدة منذ اندلاع الحرب والانقلاب. هذه الحالة هذا سير المعارك مثل الجيش اليمني لا يمتلك هذه الألغام. صحيح. وبالتالي ملتزم باتفاقية أوتاوا، وخاصة أن حتى المنظمات التابعة والمنحازة للميليشيات والانقلابيين لم تستطع إثبات حالة واحدة رفضت فيها الجيش اليمني الوطني أنه قام باستخدام هذه الألغام. ماذا لو عدنا أستاذ عمر، ماذا لو عدنا لموضوع
أعداد أو إذا كان هناك أي تقديرات لأعداد أو كميات الألغام الفردية المكتنزة لدى الميليشيا وقوات صالح؟ لا يمكن لا يمكن لا يمكن حصر هذه الألغام الموجودة لدى المخازن، حيث أننا نشاهد في منطقة واحدة مثلا في حي في تعز تم زرع حوالي 1000 لغم في حي الجحملية فقط، في حي واحد 1000 لغم فردي؟ نعم نعم، تم حصر في حي الجحملية فقط تم حصر 1000 لغم، هذا الذي تم رصده بعد انسحاب الميليشيات من هذه المنطقة. وبالتالي يعني يمكن التخيل مقدار النهم الذي يوجد لدى الانقلابيين في استخدام هذه الألغام باعتبارها أداة تسهل لهم القتل الذي يشفيهم والذي يشفي غليلهم من المواطنين. يعني نحن لا نتخيل مقدار العداء الموجود لدى هذه الانقلابيين. هذا ما سأطرحه على الأستاذ ياسر المليكي من خلال مشاهداتكم الميدانية. هل وجدتم أي لوحة تحذيرية على المناطق التي يعني عرفت بأنها حقول ألغام وسبق أن وجد فيها ضحايا، يعني لوحات تحاول التقليل من الكارثة ومن عدم يعني تكرارها؟ دعني بداية أعقب على سؤالك الأول. حينما قلت أن اليمن انسحبت من المصادقة عن الاتفاقية، تفضل. اليمن لم تنسحب من المصادقة على تلك الاتفاقية، بل أنها قدمت في 2002 رسالة إلى الأمين العام المتحدة بأنها دمرت كل مخزون القوات. لا قصدت أخي العزيز اسمح لي بالتوضيح أيضا، أنا قصدت الانسحاب من التوقيع على اتفاقية على محكمة يعني اتفاقية روما وليس من اتفاقية أوتاوا. لا، اتفاقية روما كانت اليمن في طريقها للمصادقة. نعم. في عام 2013 إبان حكومة باسندوا إعادة لكنها في قبل أيام حكم المخلوع كان البرلمان قد يعني صادق ثم سحب مصادقته، وهذه المعلومة أنا أكيد منها. طبعا هو طبعا البرلمان ما زال كانت الاتفاقية في طور المناقشة، لم يصادق عليها بشكل نهائي، وبالتالي كان ينقصها المصادقة النهائية من رئاسة الجمهورية. بالنسبة لحقول الألغام أو اللافتات أو الإرشادات التي ينبغي على أطراف النزاع أن تحددها وأن تبرزها في حقول الألغام أو أماكن زراعة الألغام، أقول أن جماعة الحوثي ومن خلال مشاهداتنا هي المتفردة الوحيد من أطراف النزاع التي تقوم بزراعة الألغام على الأقل هنا في مدينة تعز أو في محافظة تعز التي نحن بصدد مناقشة ضحاياها. نعم. جماعة الحوثي لم تقم ولا تقم بأي عمل لافتات أو علامات أو أي ما يدل على أن أي منطقة ما تزرع فيها الألغام، فقط فرق نزع الألغام هي من تقوم بذلك لأوقات محددة وقصيرة، إذا ما تقوم بنزع هذه الألغام، لكن ينقص هذه الفرق الأدوات والمعدات والوسائل اللازمة لنزع كافة هذه الألغام، وهو ما يعيب القوات الحكومية اليمنية والحكومة اليمنية. أقول أن اتفاقية أوتاوا وضعت بداية لمنع القتل والتشرد ولإعاقة التنمية ولعدم إعاقة التنمية الاقتصادية وعدم عودة المهجرين والنازحين من جراء زراعة هذه الألغام. صحيح. وباعتبار الجمهورية اليمنية مصادق على هذه الاتفاقية، فإنه يجرم تجريما قاطعا وتحت أي ظرف زراعة هذه الألغام، وكل ضحية سواء كان من أطراف النزاع أو من المدنيين يعتبر ضحية لهذا الطرف الذي زرع هذه الألغام، سواء كان هؤلاء الضحايا مدنيين أو مقاومة. نحن لا نفرق هنا بين الضحايا باعتبار الجميع ضحايا لسلاح محرم منفلت، لسلاح مجرم محرم ومنفلت. صحيح. وآثاره عشوائية وأضراره كبيرة. صحيح. إذن بماذا نفسر تكرار عملية يعني سقوط الضحايا في نفس المكان؟ قد نتفق على أن على ضعف الإمكانيات لنزع هذه الألغام من هذه الحقول العشوائية التي زرعتها الميليشيا، والتي عادة ومنذ الحروب الست في صعدة تزرعها بشكل عشوائي ودون خرائط لنزعها تاليا. لكن
تكرار سقوط الضحايا في نفس المكان، ألا يشكل هذا علامة استفهام على السلطات المحلية، على أهالي المناطق، على ضعف عملية التوعية في حد ذاتها؟ هناك مسؤولية مقابلة، ليس فقط نرمي كل المسؤولية على المجرم الأساسي الذي يزرع ويعني ويغادر. بالطبع هناك ثلاث جهات أو ثلاث مسؤوليات ينبغي أن نقف أمامها، وهي المسؤولية الأولى وهي للفاعل الحقيقي وهي جماعة الحوثي وقوات صالح، وهناك فاعلين بالسلب أو الامتناع وهي قوات الحكومة اليمنية أو الحكومة اليمنية تحديدا وقوات التحالف العربي، إضافة إلى أن هناك جهة أخرى وهي المنظمات الدولية التي لم تقم بدورها. الحكومة اليمنية وقوات التحالف العربي وهي ترى هذه الأوضاع وهي ترى كل يوم يسقط ضحايا في ريف مدينة تعز ومديرياتها، هي لا تقوم أو لم تكلف نفسها حتى بتزويد فرق الألغام، فرق نزع الألغام في محافظة تعز بالمعدات والإمكانيات والكاسحات وغيرها. نحن أمام حقول مهولة للألغام في محافظة تعز، وبالذات في الآونة الأخيرة في مديريات المخا وموزع والوريث مدينة تعز قرى الضباب والشقب. نحن أمام جريمة متعمدة لجماعة الحوثي تقوم باستهداف كل ما يمشي على الأرض، وهي تعرف أن هناك قرى مأهولة بالسكان ولكنها لا ترضى في أن تقوم بزراعة هذه الألغام في حدود هذه القرى وبين مزارعها وفي جبالها التي يرعى فيها الأغنام. نعم. قوات التحالف العربي وهي تشاهد كل يوم وفي قنواتها وفي كل وسائل الإعلام وهي تشاهد الضحايا المدنيين في مدينة في محافظة تعز، لكنها لم تكلف نفسها بعمل حل جذري لهذه المأساة التي تعانيها محافظة تعز. نعم. أستاذ ياسر اسمح لي بالعودة إلى الأستاذ عمر الحميري للسؤال عن ما هي الجدوى التي تجنيها الميليشيا وقوات المخلوع من استهداف المدنيين بهذا الشكل. لماذا يتم استهداف هؤلاء القرويين في قراهم النائية والبعيدة؟ ألا يكفيهم الفقر والحرمان وما أضافته الحرب من حصار وأعباء اقتصادية ومعاناة وفقدان أعمال وانقطاع أرزاق؟ لماذا يعني يقومون بتفخيخ وتلغيم كل هذه الدروب حتى بين الإنسان وبين يعني مصدر شربة الماء؟ سيدي الكريم، الانقلاب بحد ذاته جريمة ضد الإنسانية وجريمة ضد حق المدنيين في العيش الكريم وفي الحصول على دولة تحمي حقوقهم وترعاهم. ولن يهدد الانقلاب إلا هذا القروي، هاتان الشابتان ومن بجوارهما من الأطفال والنساء، يعني هؤلاء هم الخطر على قادة هذا الانقلاب؟ الانقلاب هو عدو الإنسان سواء الريفي أو المدني المتحضر. نعم. الانقلابي هو عدو الجيش اليمني وهو عدو الإنسان اليمني البسيط وهو عدو رعاة الأغنام. الانقلابي استخدم هذه الألغام بشكل مهول وأثبت أن هناك مخزونات رهيبة لدى الجيش التابع لهذه الميليشيات. هناك مخزون رهيب يتم استخدامه يوميا في جميع المناطق دون تفريق بين المدني وبين المقاتل. هناك يعني استهدار بحياة المدنيين وربما تعمد في كثير من المناطق، نرى أنه يتم استهداف طريق رعاة الغنم وليس طريق الجيش. هناك استهدار وهم يعرفون من أين تمر المقاومة، من أين يعني الخصوم. نعم. تعرف بعضها في النهاية. وهذه الاتفاقية التي حرمت هذه الألغام كونها لا تستطيع التفريق بين بين المقاتل وبين المدني. سيد الكريم، هذه الاتفاقية اتفاقية أوتاوا تشمل برنامج عمل شامل وضع لمواجهة الآثار الإنسانية للألغام المضادة للأفراد، يعني لم يقتصر فقط على تدمير المخزون وإنما ألزم الدول بإزالة التهديد الذي تمثله هذه الألغام من حيث أنه تطهير جميع المناطق التي جرأت فيها الألغام خلال 10 سنوات. اليمن فشلت في تنفيذ هذا البند، وبالتالي شاهدنا أن هناك يعني توجد العشرات الآلاف من الألغام لا زالت تنفجر حتى اللحظة من خلال فترة الحروب في المناطق الوسطى، من خلال فترة الجبهة القومية، وبالتالي كانت اليمن على علم بهذه المناطق الموبوءة التي تنتشر فيها الألغام، ولكن لم تقوم بواجبها بموجب هذه الاتفاقية ولم تقوم بتطهير هذه المناطق، وبالتالي كان عليها أن تقوم بالتطهير ورعاية المواطنين ونقلهم من المناطق الموبوءة إلى مناطق أخرى كونها يعني يمكنها أن تفعل ذلك بحكم سلطاتها كدولة وبحكم أنها تحت يعني تحظى بدعم دولي
ودعم مساعدات لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية. اليمن فشلت في تنفيذ هذه الاتفاقية في إبان حكم المخلوع الذي أثبت أنه تحايل على هذه الاتفاقية واستخدم هذه الأسلحة المحظورة دوليا والتي لم تعد تستخدم إلا في ولا زال يتفاخر أخي الكريم حتى في مقابلاته وفي ظهوره التلفزيوني بوجود مخزون من جميع أنواع الأسلحة بما في ذلك الأسلحة يعني الصاروخ البالستية وكل أنواع الأسلحة كما يردد. ألا تعتبر هذه يعني الاعترافات كافية لتحريك دعوى قضائية ضد الرجل؟ هذه الاعترافات كافية لتحريك دعوى قضائية ضد الرجل وضد أفراد عائلته المنخرطين في أعمال عدائية ضد الإنسانية بشكل عام وليس فقط ضد اليمنيين. هذه العائلة ترعى رجال أعمال يقومون ببيع وتسهيل ونقل صفقات السلاح إلى كافة دول العالم وليس فقط إلى اليمن. نحن نعلم عن وجود فارس مناع وعدد من تجار السلاح الذين يقومون بتهريب السلاح من الدول عن طريق شبكات سرية إلى دول شمال في يعني إفريقيا، الدول التي توجد فيها الفوضى، وأيضا شرق أفريقيا. نعم. عموما سيد عمر، هل من رسالة، الوقت يداهمنا، هل من رسالة أخيرة بخصوص ضحايا هذا السلاح المجرم والمحرم نوجهها للحكومة والتحالف العربي؟ نوجه الحكومة نطالبها ونناشدها وإلى التحالف العربي بدعم فرق نزع الألغام في تعز وفي جميع المناطق الموبوءة بالألغام في إيجاد المواد اللازمة، مواد الكشف والمسح الميداني للعثور على هذه الألغام، وأيضا إرسال كاشحات الألغام، حيث أن محافظة تعز لا يوجد فيها كاشحة ألغام واحدة مقدمة من التحالف، وهذا الشيء معيب باعتبار تعز أكبر محافظة موبوءة ويوجد فيها ألغام. وهناك رسالة أخرى إلى المنظمات التي تعمل في الرصد، نقول لهم نشد على أيديكم ونطلب منكم المزيد من الجهود في رصد وتوثيق الجرائم المرتكبة ضد المدنيين وبخاصة جرائم زرع الألغام الفردية. نعم. بكونها أنصع القضايا وأكثر القضايا وضوحا وأكثرها يمكن استخدامها ضد الميليشيا لمحاكمات مستقبلية. نوجه رسالة أيضا إلى المواطنين بمحاولة الابتعاد، يعني يصعب علينا أن نطالب المدنيين بالابتعاد عن منازلهم، لا يمكن تخيل أن نقدم رسالة لكن الابتعاد والحذر عن المناطق التي سقط فيها ضحايا أصبح أمر حتمي ولم يعد الأمر خيارا لأحد. المحاميان عمر الحميري وياسر المليكي كنتما معي من مدينة تعز، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا هذه. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. دليل عبد مقبل وعفاف مقبل تم الرصد، في أمان الله.